الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. العلم ده شيء عجيب، يعني مجرد ضغط على زر كده تبص تلاقي تلفزيون بيتكلم، راديو بينطق، تليفون بيشتغل، أسانسير بيطلع، حاسب إلكتروني بيدور، صاروخ بينطلق، طيارة بتطير، عربية بتمشي، ضغط على زر، مجرد ضغط على زر. هي تبدو إنها حاجة بسيطة أوي، لكن ورا الضغطة الصغيرة دي تاريخ كفاح وسهر ليالي وسنين، علماء ملهمش عدد، ملحمة عظيمة أعظم من ملحمة هوميروس، ناطحة سحاب من مئات الأدوار اشترك في بنائها عقول وعقول، أهرامات اشترك في تشييدها علماء بلا عدد. يعني لما نضرب مثال بسيط خالص، مثال أديسون ومصباح الكهرباء. أديسون اللي هو مخترع مصباح الكهرباء واللي اخترع الجراموفون والحاجات دي كلها، أديسون عمل 6000 محاولة عشان يوصل لنوع السلك اللي يبقى جوه المصباح بتاعك، جوه اللمبة بتاع الكهرباء. جرب 6000 محاولة على 6000 نوع من السبائك والمعادن لغاية ما وصل للتنتلم اللي يبقى جوه لمبة الكهرباء. 6000 محاولة، ومع كده ما كانش بداية. ده أديسون ده في آخر طريق طويل، ابتدى من زمان، من القرن 17 أيام جريكو، صدفة كده وهو بيدلك حاجة كهرمان أو حاجة من النوع ده طلعت شرارة، ومن يوميها العلماء قعدوا يفكروا الشرارة جت منين، واكتشفوا الكهرباء الاستاتيكية، وبعدين جت بعد كده الكهرباء الديناميكية، والكهرباء بقت علم بعد كده، وجه أديسون في السكة فعمل المصباح الكهربائي، لأنه اكتشف كل ما يبقى فيه السلك بيقاوم الكهرباء يقوم يسخن، لو كان المقاومة عالية أوي يسخن ويتوهج ويبقى أبيض وينور. فالـ6000 محاولة دي قبلهم آلاف المحاولات وسنين، بدءا من القرن 17، وابتدى الأمر بصدفة. لما ناخد حاجة تانية، مثلا الفراعنة اكتشفوا واخترعوا الكتابة، وجوتنبرج اخترع الطباعة، صف الحروف، الرصاص، وبعد كده جه الجمع الآلي اللي بنسميه اللينوتايب، وبعد كده جه الجمع الإلكتروني، وبعد كده آخر صيحة دلوقتي الإلكترونيكس والفوتونيكس مع بعض يشتركوا، الكمبيوتر مع الليزر، يعني شعاع ليزر هيليوم يقرأ وشعاع أرجون يصور ويطبع طبع، كله بقت حاجات كلها إلكترونيات، إلكترونيكس زائد فوتونيكس. آخر بقى صيحة في علم الطباعة. تاريخ لما ناخد حكاية المواصلات، ابتدت الأول خالص الواحد ماشي على رجليه، وبعدين ركب حصان، الحصان خد له يمكن 100,000 سنة وأكتر، لغاية ما الإنسان اكتشف العجلة، وبعد كده المطور، الأول مطور بالبخار، وبعدين مطور كهربائي، وبعدين مطور بالديزل، وبعدين مطور نفاس وصواريخ وإلى آخره. سكة طويلة طويلة. احنا دلوقتي بنتك على زر الطائرة الصاروخية تروح تطلع على طول، يتهيألنا إنها حاجة بسيطة، إنما ده عمر تاريخ، قرون، جهود علماء، ناس بنوا، كل واحد يحط طوبة، واحد يحط طوبة، طوبة فوق طوبة فوق طوبة، لغاية ما حصل الشيء المعجز الغريب ده. حاجات تانية مثلا، ساعات حاجات بتحصل بمجرد الصدفة، يعني مثلا حكاية الألوان واكتشاف الألوان الكيميائية والصباغة، كانت صدفة، أحد العلماء بيشتغل على الكينين وتركيبات الكينين، وفجأة لقى المواد الملونة طلعت من مركبات الكينين، وبقت حكاية كبيرة، ابتدت عملية الأصباغ.
مثلا البنسلين لما اكتشفوه صدفة على عفن، نوع من العفن يعني فطر، نوع من الكائنات الدنيئة اسمها بنسيليا نوتيتم، اتضح ان هذه الكائنات بتبقى حواليها دايرة تموت الميكروبات حواليها. مجرد صدفة كده لاحظ الراجل هو بيبص للميكروسكوب ان المزرعة اللي حوالين العفن اللي كانت مصادفة حصل فيها عفن، يعني عامل زارع ميكروبات وحاجات، فالحتة اللي عفنت الميكروبات ماتت. طب ازاي ماتت؟ قاعد يحسب، طلع ان هي من افراز البنسيليا من التيتم، وبعدين طلعت البنسيلين، وبعدين وراء سلسلة بقى اللي بنقول عليها المضادات الحيوية، بنسيلين وسريبتومايسين وكلوروميسيتين واكروميسين واوريوميسين، وسكة بقى كلها ايسين ايسين، دي كلها سكة من الله. مسألة مثلا اشعة اكس برضو ابتدت بصدفة، رونجن بيشتغل على الأجهزة بتاعته ولاحظ ان في مجموعة افلام باظت تلفت. طب تلفت ليه؟ دي محطوطة مقفول عليها خالص، ما تعرضتش للضوء. ايه اللي خلاها كما لو كان كلها اتحرقت وتعرضت للضوء؟ يبقى اذن لازم بتطلع اشعة خرقت الصندوق لانه قافل على الافلام. ايه اللي دخل الضوء وحرق الافلام؟ يبقى لازم في حاجة غير الضوء اقوى من الضوء بتخترق. فبص كده حواليه في الاجهزه، لقى انبوبه المهبط اللي كان بيشتغل عليها دي، وطلعت حكايه فكره الكاثود راي وبعدين اكس راي وكل الحاجات دي كلها بقى، وابتدت سلسله برضو من الاكتشافات العلميه والابتكارات، اخرها كل المكانات الهائله اللي بنصور بيها دلوقتي، الدماغ والقلب والبطن والامعاء وكل الحاجات دي. مسألة غريبة جدا، مثلا حكاية طريقة العربية بتمشي بالبوجيهات والحاجات دي برضو كانت صدفة. يعني كانوا فكروا يعملوا زمان حاجة اسمها إلكتريك بيستول، ده قبل عصر العربيات خالص. إلكتريك بيستول ايه؟ الإلكتريك بيستول ده عبارة عن مسدس كهربائي تضغط على زر يحصل شرارة، الغازات تحترق تتمدد تروح زق الرصاصة مطلعها. بس لكن اللي عمل الحكايه ابتدى يفكر، قال لك طب ليه ما عملش بيستون بيتحرك؟ يعني يبقى نوع من الموتور اللي يمشي باحتراق الغازات. وبعد كده جت فكره البوجيهات والبيستونز والموتورات بتاعت العربيات، وطريقه العربيات كلها بتمشي باحتراق الغازات، اللي هي ابتدت بمجرد فكره واحد يعني جت له هفه كده نعمل مسدس كهربائي. يعني حاجه الحقيقه شيء غريب. تحس ان العلم ده قصة، يعني قصة دراما مثيرة. انت لو تتبعت حكاية كل اختراع تلاقي ممكن تطلع مسلسلة مثيرة سسبنس، يعني تشد اكتر من كل المسلسلات اللي بنشوفها في التلفزيون، وعلى الاقل هتبقى بتروي وبتسجل عمل وتاريخ وهتبقى لها فايدة. احنا بنقول الكلام ده كله بمناسبة الفيلم اللي هنشوفه النهاردة، نوع من القصة العجيبة. تعالوا مع بعض نشوفها. البلورات في الطبيعة اللي احنا شايفينه دي بلورات، من اجمل الاشياء اللي ممكن الانسان يشوفها هي البلورات او الكريستلز. اتضح حقيقة بسيطة قوي ان مجموعة البلورات في الطبيعة تنقسم إلى 7 أشكال هندسية. إيه السبب وإيه السر؟ موضوع شغل العلماء مدة طويلة. كل دي بلورات مختلفة الألوان والأشكال، لكن ممكن تقسمها هندسيا إلى 7 أنماط من الأشكال الهندسية. كل دي بلورات، كل دي بلورات مختلفة. جامعها ممكن تقسمها إلى 7 أنماط من الأشكال الهندسية. يا ترى إيه السر؟ شوف بلورة ملح الطعام. في الواقع أبسط بلورة هي بلورة ملح الطعام في شكلها المكعب. إحنا في الوقت في منجم ملح في نيانيتشكا في بولندا،
قرب العاصمة القديمة كراكاو. المنجم ده منجم ملح بيشتغل بقاله 1000 سنة وبيطلع الملح من الصخر اللي هو الملح الصخري. باراسيلسس واحد من العلماء القدام في القرن 15 قال لك ان الملح ده عنصر رئيسي في الحياة. هو مش عنصر، هو مركب، هو في الحقيقة مركب من صوديوم ومن الكلور، كلورور الصوديوم. اهو شوف البلورة شكلها ايه، مكعبة، كلورور الصوديوم واللي جنبها كلورور البوتاسيوم برضو مكعبة، وبعدين فلوريد الليثيوم برضو مكعبة، وبعدين برومور البوتاسيوم برضو مكعبة. ايه السر في هذه العائلة من المركبات ذوات البلورات الواحدة؟ اول واحد فكر في السر وكشفه هو اللي احنا شايفينه، ديمتري ايفانوفيتش مندليف، العالم الروسي. اول واحد كان مشغول بحكاية الكيمياء والذرات، وكان بيعتبر العناصر عيلته، فابتدى يعمل من العناصر حاجة زي كوتشينة ويرتبهم حسب اوزانها، حرتب العناصر حسب الاوزان الذرية، حسب الاوزان الذرية، الليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، اكسجين، فلورين، ادي 7. وبعد كده ابتدى يعمل صف تاني، صوديوم، مغنيسيوم، وهكذا قاعد يصف العناصر حسب اوزانها الذريه، وعمل صفوف سبعات سبعات. فاكتشف حاجه غريبه قوي، اكتشف بعد ما صف العناصر في الكوتشينه العجيبه دي سبعات سبعات، ان الصف المستعرض لو خد مش بالطول بقى، خد الصفوف اللي بالعرض، هيلاقي الصفوف اللي بالعرض من عيله واحده، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، اللي هي نفس عيله الايه، البلورات المكعبة اللي شفناها. أكن فعلا الترتيب ده له معنى، له معنى إيه؟ طب إيه السر في إن الصف المستعرض الأولاني وكل صف مستعرض عيلة واحدة؟ يعني مثلا ليثيوم صوديوم بوتاسيوم من عيلة، تحته البريليوم مغنيسيوم كالسيوم عيلة، وهكذا كل صف بيكون عيلة واحدة وعيلة من بلورات متشابهة، لغاية ما هم يدينا 7 عيلات بسبع تشكيلات من الأشكال البلورية زي ما حكينا. طبعا على أيام مندليف ما كانش معروف إلا 63 عنصر فقط، ومع كده استطاع في النهاية إنه يتنبأ بعناصر جديدة اللي هي في الفراغات اللي احنا شفناها دي. ده أحد العناصر اللي تنبأ بيها مندليف، وهو الإيكو سيليكون. ده اكتشف بعد كده ب20 سنة في ألمانيا وسموه جيرمينيوم، وتنبأ بأن الأكسيد بتاعه ده الأكسيد وزن المية 7.47، وأن العنصر نفسه وزن المية 5.5، يعني 5.5 ضعف وزن المية. طلع التنبؤات بتاعته كلها مظبوطة ودقيقة بالملي، فطبعا زاع صيته وزاع شهرته بأنه فهم النظام العناصر نفسه. طبعا ظهر بعد كده جيجي تومسون اللي اكتشف الالكترون. جيجي تومسون اكتشف الالكترون وان في حاجة غير الوزن الذري، وهي عدد الالكترونات في كل ذرة، وان عدد الالكترونات ده هو اللي بيدي الشكل البلوري في النهاية. ده هو السر في الشكل البلوري، مش الوزن الذري، لكن عدد الالكترونات في الذرة. أكن المسألة مسألة معمار مش مسألة أوزان. السر في الذرة والسر في الأشكال البلورية المتشابهة أو المختلفة هي معمار الذرة، وأكن في حقيقة خافية تحت قشرة الذرة، زي حكاية الهيكل العظمي اللي موجود جوه الإنسان ما نعرفوش إلا بأشعة إكس، وزي مثلا محاول الفنانين التشكيليين يتخيلوا عناصر الطبيعة ويعيدوا تركيبها ويستلهموها، ف
الفنانين التكعيبيين استلهموا المكعبات دي، وطلع فرانز مارك وجون ميتسنجر الرسامين التكعيبيين اللي هم تصوروا كل شيء بشكل تكعيبي وفهموا الدنيا فهم تشكيلي. Ma chaîne préférée dans le bouquet musulman, c'est Iqra. Pour ceux et celles qui veulent apprendre la religion, je leur conseille le bouquet musulman. Ça m'apaise et j'en apprends beaucoup sur ma religion. ذرة التشكيل، فأكن التشكيل ده حاجة مش بسيطة، ده هو ده اللي بيدي العنصر خصائصه، سواء كان بلورة شكلها كذا أو شكلها كذا، وليه يبقى العناصر صوديوم بوتاسيوم وليثيوم من البلورات بتاعتهم متشابهة، لأن في علاقة بين عدد الإلكترونات هنا وهنا وهنا وبكيفيات ترتيبها في جوه الذرة. أكن المعمار بتاع الذرة، طريقة تركيبها، كيفية اصطفاف الإلكترونات فيها، هو اللي بيدي العناصر والمركبات خصائصها وأشكالها البلورية. في الحقيقة الفن تركيبي، ده الفرق بينه وبين العلم. الفن بيركب الرؤى ويعيد، إنما العلم تحليلي، لكن هدفهم واحد هما الاثنين وهو الحقيقة. طلع بعد كده رازرفورد اللي تصور الذرة على شكل مجموعة شمسية في الوسط النواة وحولها الإلكترونات بتلف زي الشمس وكواكبها، وهو نموذج كوبرنيكوس، وده أول تصور للذرة. طبعا ده كان في نقطة ضعف، لأن الشمس وكواكبها بيلاحظ أثناء دوران الكواكب حوالين الشمس ان يحصل فرق طفيف جدا ولو سنتي كل كذا سنة في المدار، بحيث ان ممكن بعد كذا مثلا ممكن يجي كوكب يقع في النجم نفسه. دوران الالكترونات حول الذرة مختلف، دوران الالكترون حول الذرة بيدور بطريقة مختلفة غير دوران الكواكب حوالين الشمس. دي كانت مشكلة ظلت لغز لغاية ما جه ماكس بلانك، وحاول عن طريق ماكس بلانك ونيلز بوهر حاول عن طريق دراسة طيف الهيدروجين، فلاحظوا ان طيف الهيدروجين فيه خطوط، ثلاث خطوط طيف تدل على ثلاث حركات للإلكترون، هنشوفها دلوقتي. ممكن الإلكترون ده هو يقفز إلى الداخل فيدينا شحنة على شكل ضوء أحمر، هنشوف الحكاية دي حركات الإلكترون وإزاي قفز الإلكترون من مطاء. أهو شوف ده إلكترون بيدور حوالين وإدانا على طول الطيف الأحمر، هنا هيتنقل نقلة تانية لجوة كمان فيدينا طيف أزرق. أكن انتقالات الإلكترون، إلكترون الهيدروجين في مداره بيدي نبضات من الضوء أو اللي هي الطيف. طريقة دوران الإلكترون حول الذرة مختلفة تماما عن طريقة دوران الكواكب حول الشمس. نيلز بوهر عالم دنماركي، ودراسته اللي عملها حول الذرة ادته جايز نوبل وادته مركز عظيم جدا في الجماعة اللي فهموا الذرة من تصرفاتها ومن داخلها، وكان له رأي جميل قوي بيقول ان العلم في حكاية الذرة ما يقدرش يوصف اللي بيحصل الا بلغة المجاز والكناية والشعر، لان احنا مش شايفين ايه اللي بيحصل، احنا بنخمن. ورجع للدنمارك وخد جائزة نوبل وبنى بيت هناك في كوبنهاجن،
وكان له جلسات طويلة مع ماكس بلانك وهايزنبرغ وتأملات طويلة في طبيعة الذرة وطبيعة المادة. وكان دايما يقول لتلامذته: دايما أحب أنكم تاخدوا كلامي على أنه اقتراحات وتساؤلات، لأن ما فيش حد يقدر يقول ويحلف أن الذرة شكلها كذا أو إلكترون كذا أو البروتون كذا، دي كلها تخمينات، وبعد كده التجارب هتكتشف يا ترى التخمينات دي صح أو خطأ. أكن دلوقتي الصورة القديمة بتاع راذرفورد عن أن الذرة عبارة عن شمس وحواليها كواكب مش صحيح، لأن تصرفات الإلكترونات في دورانها حوالين النواة مختلف، زي ما شفنا في ذرة الهيدروجين. اللي بيحصل أن الإلكترونات اللي حوالين النواة بتقفز قفزات محسوبة، وفي كل مرة تدي شحنة من الطاقة على شكل ضوء. ده ما بيحصلش في دوران الكواكب حوالين الشمس. ده طبعا كان بناء على كلام ماكس بلانك برضو، ان الطاقة بتطلع على شكل خفقات وعلى شكل شحن وعلى شكل مقادير حكمها حكم المادة. فطبعا دي اثبتت نظرية ماكس بلانك، لان الضوء بيطلع من الهيدروجين على شكل مقادير، المقادير دي متوازية مع حركة الالكترون وقفزه من مدار الى مدار. في الواقع كل ده كنا بنتكلم على قشرة الذرة، إنما لسه صفار البيضة ما كدش، لسه ما حدش قرب منه. النواة إيه هي النواة؟ هم متصور قعدوا مدة طويلة متصورين إن النواة دي حاجة مصمتة كده زي البلية، وبعدين اتضح أبدا ده إن النواة برضو بتتركب من أجزاء. وطلع العالم الكبير جيمس شادويك اللي أثبت وجود النيوترون، يعني ان النواة نفسها نواة الذرة معمولة من بروتون ومعمولة من جزء تاني متعادل الشحنة، يعني غير مشحون اللي هو البروتون. وده كان اكتشاف خطير جدا. ليه؟ لان معنى ان في حاجة اسمها نيوترون غير مشحون ومتعادل ومحايد، يعني ممكن نعمل منه قذيفة نخبط به قلب الذرة ونحطمه. دي كانت خطوة كبيرة جدا اكتشاف النيوترون. يعني هي الفكرة كانت ازاي تحطم الذرة؟ طب هتحطمها ازاي؟ ما لازم يبقى عندك قذيفة متعادلة محايدة عشان توصل للنواة وتخترقها. لقوا القذيفة دي اللي هي النيوترون، واللي استخدمها كان إنيريكو فيرمي العالم الإيطالي، كان في سنة 1939، وكان ده بداية اكتشاف اختراع القنبلة الذرية في هيروشيما اللي بيسموها القنبلة الانشطارية. لكن احنا بنوصل للحقيقة خطوة 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 خطوة، يعني عالم بيسلم لعالم، مفكر بيسلم لمفكر. اللي شايفينه دلوقتي سيال النيوترونات الخارج من مفاعل ذري في أوكبريدج، وده جيمس شادويك اللي اكتشف النيوترون اللي هو الجزء المتعادل المحايد في نواة الذرة. وكان اكتشاف مهم لان معناه اكتشفنا الرصاصة اللي نقدر نضرب بيها نواة الذرة. إنما اللي أطلق الرصاصة كان واحد تاني اللي هو إنيريكو فيرمي العالم الإيطالي، وبذلك حطم الذرة وعمل قنبلة هيروشيما اللي بنسميها القنبلة الانشطارية، لأنها تقوم على تحطيم الذرة. في الواقع اتضح إن فيه ده إنيريكو فيرمي، ده العالم الإيطالي اللي حطم الذرة، وده المفاعل بتاع أوكبريدج، واللون الأزرق كله هو عبارة عن سيار البروتونات النيوترونات اللي طلع من المفاعل. اتضح ان الشمس فيها عملية عكسية، يعني اذا كان إنيريكو فيرمي عمل تحطيم للذرة، ففي الشمس بيحصل بناء واندماج للذرات، بمعنى ان ذرات الهيدروجين يندمجوا في بعضهم ويعملوا ذرة هيليوم. وما بيعملوا ذرة هيليوم بيحصل فائض طاقة هي اللي بتجن على شكل حرارة وضوء من الشمس. أكن اللي بيحصل في باطن الشمس هي قنابل ذرية هيدروجينية اندماجية. القنبلة اللي عملناها في هيروشيما قنبلة انشطارية، يعني ممكن الذرة تنشطر وممكن تتحد مع غيرها وتندمج، وفي كلتا الحالتين بيحصل انفجار، والانفجار اللي بيحصل في الاندماج أقوى
بكتير من انفجار اللي بيحصل في الانشطار. وعشان كده القنبلة الهيدروجينية اللي اكتشفوها واللي عملوها بعد كده واخترعوها بعد كده أقوى بمراحل من قنبلة هيروشيما. كل اللي شايفينه ده قدامنا الشمس بالانفجارات المتواصلة جواها. الشمس كلها في قاعة هيدروجين في درجة حرارة بتوصل في القلب الشمس 10 مليون درجة سنتيجريد وضغوط فظيعة جدا. الذرات بتتهرس وتتفك وتتركب من تاني. الهيدروجين يندمج في بعضه ويعمل هيليوم ويدي فارق طاقة اللي هي القنبلة الهيدروجينية. أكن الشمس عبارة عن سلسلة انفجارات هيدروجينية هي اللي بتدينا الطاقة والحرارة والضوء. دي أيضا حقيقة اكتشفوها. ملاحظين ان هي القصة عبارة عن حقائق كل حقيقة بتسلم للتانية كل حقيقة بتسلم للتانية. اتضح ان في الشموس في اقصى الكون هي عبارة عن مطابخ بتتبنى فيها الذرات. يعني زي آلة الشموس والنجوم دي زي آلة زي الآلة اللي شايفينها قدامنا دي. جوه النجوم الذرات بتتفك وتتركب من هيدروجين لهيليوم لليثيوم لبيريليوم بورون كربون اكسجين نيتروجين. كل ده عبارة عن الذرات تتفك وتتركب وتتفك وتتركب لغاية ما نوصل للمية واثنين عنصر. أكن دي آلة عمالة بيحصل فيها التركيب زي الآلة دي. وحكمها زي حكم أي آلة. الآلة لها فائد نتيجة الاحتكاك ونتيجة الطاقة اللي بتتبدد. فدايما تاخد طاقة أكثر من اللي بتديه. دايما في جميع الآلات لها فائد. نفس الحكاية برضو في النجوم بيحصل إلى جانب عملية البنى في عملية انهدام للطاقة. بأن الشموس والنجوم بتشع حرارة وش حرارة تتبدد في الفضاء وبعدين ما تقدرش تسترجعها. فده كله فائد. فهمنا كل الحاجات دي بدراسة الذرة اللي هي الوحدة اللبنة اللي بيتكون منها الكون كله. اللبنة اللي بيتكون منها الكون كله. لما تعرف ايه اللي بيحصل في حتة ذرة صغيرة هتعرف ايه اللي بيحصل في اقصى واكبر النجوم في على اطراف الكون. لان هي ده احنا بنحاول دلوقتي نقلد الشمس. بنعمل ده اسمه البلازما فيزيكس. بنحاول نعمل الحرارة العالية 10 مليون درجة عشان نعمل اندماج للهيدروجين ونعمل هيليوم ويطلع فارق طاقة هي القنبلة الهيدروجينية. احنا حاولنا وفعلا عملنا القنبلة الهيدروجينية وقلدنا اللي بيحصل جوه الشمس. سلسلة من العلماء كل واحد بيسلم للتاني. ديمتري نيكولاي مندليف. ديمتري إيفانوفيتش مندليف، جي جي تومسون، راذرفورد، نيلز بوهر، جين شادويك، إنريك فيرمين. قبيلة كل واحد بيسلم للتاني السر فالتاني يضيف. وده العملاق الكبير ماكس بلانك اللي اكتشف ان الطاقة حكمها حكم المادة تنطلق على شكل مقادير وليس على شكل سيال مستمر. وده بولتزمان اللي وقف في مؤتمر علمي سنة 1900 وكان الوحيد اللي قال ان في ذرة والباقي كلهم كذبوه مع انهم كانوا علماء كبار. حكم الذرة دي لما تفهم الذرة بتفهم الكون كله. تمام زي تاخد نقطة من البحر وبتفهم تحللها فتعرف البحر. دايما السر اذا فهمت القانون الاول لاصغر شيء بتقدر تفهم تصرف اكبر شيء. عالم عجيب. لكن المهم زي ما قلنا ازاي كل عالم يسلم للتاني. ملحمة عمارة من 100 دور بتبنيها وتشيدها العقول. كل عالم يبني دور ويجي التاني يبني فوقه دور وهكذا لغاية ما نوصل للمكتبة العظيمة اللي اسمها العلم.
مفيش حاجة بتيجي فجأة أبدا. يبقى الحمى من الجهد والعمل المتواصل والكفاح والسهر. الحقائق في الواقع جزئيات كتيرة قوي ومزحومة في الفيلم، لكن نحاول نلخص الموضوع. يعني هو مثال بسيط ان ملحوظة صغيرة ممكن تكون بداية خيط. يعني مجرد ملحوظة ان بلورات الطبيعة كلها اشكالها الهندسية 7 وما تخرجش عن 7 اشكال، ويقعد بعد كده العلماء من القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر لغاية في القرن التاسع عشر لما جه مندليف كلهم بيفكروا ليه بتتقسم البلورات بالشكل ده. كان التفكير الأول إن السبب التفاوت هو اختلاف الوزن الذري من عنصر لعنصر، وبعدين الاكتشاف المذهل إن أبدا ده مش حكاية أوزان ذرية ولكن عدد الإلكترونات في كل ذرة ثم تكوينها ومدارتها وأمكنتها وكيفيات وجودها، كل ده هو اللي بيعمل الحكاية دي. وهكذا فيدوا خطوة بعد خطوة، بعد كده اكتشفوا إن الحكاية الذرة مش مجرد إلكترون ونواة، أبدا ده النواة ممكن برضو تبقى قسمين فيها أكتر من جزء اللي هو النيوترون وجزء متعادل اللي بيسموه البروتون. وبعدين جه واحد عمل قذيفة من النيوترونات وحطم نواة الذرة، وجت طلعت بعد كده القنبلة الانشطارية اللي احنا عارفينها بتاعت هيروشيما. لكن اتضح ان في عملية ممكن اخطر، عملية اخطر من كده ممكن تتم، عملية عكس الانشطار، في حاجة اسمها الاندماج، زي اندماج الهيدروجين والهيدروجين عشان يعمل هيليوم، بيبقى في فائض طاقة اكبر وطلعت من كده القنبلة الهيدروجينية. وتشف ان الشمس كلها عبارة عن مفاعل ذري عمال تفجرات من الانابل الهيدروجينية باستمرار، الطاقة اللي بتطلع من كده هي اللي احنا بنستفيد بيها ضوء وحرارة. طبعا العلم ما وقفش عند كده، ده اتضح ان النواة دلوقتي كل يوم بيكتشفوا فيها حتت. الاول قالوا نيوترون، الاول قالوا بروتون، وبعدين اكتشفوا النيوترون، وبعدين اكتشفوا فتافيت لا حصر لها، الميزون والهيبرون والكوارك، وكل يوم يكتشفوا حاجة. إنما الشيء المثير في العلم إن هي قبيلة كل واحد ماسك بإيد التاني، كل الواحد يبني حاجة والتاني يبني فوق حاجة، كل واحد يسلم واحد كراسته وده يحط عليها كراسة تانية لغاية ما يبقى المجلدات والمكتبة الهائلة اللي هي العلم اللي نتسلمه ويتهيأ لأنه بسيط. ده أنا بتك على زر كده وبص ألاقي العربية قامت أو طيارة طارت أو المحاسب الإلكتروني اشتغل أو ده تاريخ، هي مش حكاية ضغطة زر. صحيح ضغطة زر هي حاجة بسيطة جدا، لكن اتعملت في ايه؟ قرون قرون من الأفكار وعقول بتكدح وبتفكر. طبعا يعني النقطة الأخيرة برضو اتكلمنا عن حكاية انهضام الطاقة، دي نقطة مهمة جدا. قطعا انتوا قريتوا اخبار في جرايد كتبت وترددت ان عمر الكون كله 10,000 مليون سنة وممكن لغاية 15,000 مليون سنة، وازاي الكون ابتدى سحابة من السديم وتكثفت على شكل نجوم وكواكب، وبعدين النجوم في داخل الافران النجمية الهائلة اتبنت العناصر 92 عنصر، دلوقتي هم حتى 102، اتبنت ازاي؟ بان في الحرارة الهائلة جوه النجم 10 مليون درجة وضغط هائل بتتهرس الذرات وتتفك وتتركب من تاني، تفضل تتركب من البسيط الى التقيل، من الهيدروجين يطلع الليثيوم، ومن الهيدروجين يطلع الهيليوم، ومن الهيليوم يطلع الليثيوم والبريليوم والبورون والكربون والاكسجين والنيتروجين والفلورين وكل الغاية العناصر كلها بتتطبخ وتتعمل جوه النجوم. وبعدين عرفنا ان ازاي حصل في المياه المستنقعات ان من الكربون والهيدروجين اتكونت مواد هيدروكربونية، والمواد طلع منها القواعد والاحماض الامينية، والاحماض الامينية تشابكت وعملت البروتينات، والبروتينات طلع منها الفيروس والبكتيريوم، وطلع منها الخلية، والخلية بقت تكاثرت الى كائنات عديدة الخلايا، بدءا من الاميبة للاسفنج للرخويات للقشريات للديدان للأسماك للبرمائيات للزواحف للطيور للثدييات للإنسان. قصة طويلة، عملية تاريخ كله من البنى، بدءا كل ده من ذرة،
كل ده ذرة بتتفك وتتركب ويطلع منها كل العناصر وتراكيب تتعمل في رتب صاعدة مرحلة بعد مرحلة لغاية ما وصلتنا في النهاية للإنسان الكائن الأكمل اللي هو يكاد يكون كون لوحده. كل ده عملية خلق متواصل، مرحلة تسلم لمرحلة ومرحلة تسلم لمرحلة ومرحلة تسلم لمرحلة. النقطة المهمة ان الكون مش بس كده، في ناحية ثانية الكون عملية انهدام. تبص تلاقي تفجر نجم مثلا او انه يهمد لغاية ما يبرد او انه هو يتحول الى ثقب اسود ويختفي، فاكن في حتة من الكون في عملية بناء وانشاء وفي حتة ثانية عملية انهدام. تمام، زي اللي بيحصل في جسم الانسان. جسم الانسان كمثال هو عبارة عن كون صغير وجواه بيحصل تخليق جديد لخلايا جديدة تحيا وتتوالد وانهدام لخلايا تموت، لغاية ما تيجي في لحظة يغلب أحد، يا إما الحياة تغلب فإحنا عايشين يا إما الموت يغلب فروح واقعين ما نقومش بعد كده. إزاي وصلنا للحاجات دي؟ هي أهم، هي دور الفيلم كله، هي إزاي وصلنا لكده. العلم اللي بنلاقيه في كتاب أو في جهاز أو في عدة ميسرة نستعملها في التسلية زي تلفزيون أو راديو، إزاي حصل؟ حصل في مئات السنين من الكدح المستمر مرحلة بعد مرحلة، ناطحة سحاب من مئات الأدوار اشترك في بنائها عقول بلا عدد، أهرامات شيدتها العقول المخترعين، ملحمة. العلم عبارة عن ملحمة أعظم من ملحمة هوميروس وأعظم من أعظم من أكبر سيمفونية، يعني أعظم من الأهرامات، لأن ده تاريخ ملوش آخر. فده يعني الشيء البسيط اللي احنا بنعمله بدون تفكير وراه جهد بلا حدود وعقول كدحت الليل والنهار بلا كلام. هي دي الحقيقة اللي حبيت أوصلها لكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.